لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الخليل مراسل غد رائد الشريف. رائد، بداية أطلعنا على التفاصيل المتاحة لديك بشأن عملية الدهس بأريحة. قبل حوالي نصف ساعة أحد الفلسطينيين نفذ عملية دهس قرب مدخل أريحة، وهذه العملية أدت إلى إصابة 4 جنود إسرائيليين حسب الإسعاف الإسرائيلي، 3 إصابات طفيفة وهناك إصابة متوسطة. منفذ العملية بعد عملية إطلاق النار عليه فر من المكان من مدخل النبي موسى باتجاه مدخل أريحة وحاول تنفيذ عملية أخرى، أي أنه نفذ عمليتين في موقعين مختلفين، وبعد ذلك تمكنت شرطة الاحتلال من إطلاق النار عليه. الفيديوهات الأولية التي انتشرت أظهرت الشاب الفلسطيني ملقى على الأرض لكنه يتحرك ولم يعلن عن استشهاده، أي أنه مصاب مع أنهم أمطروه بالرصاص. والفيديوهات أظهرت عملية إطلاق النار على هذا الفلسطيني الذي نفذ عمليتين أو عملية دهس مزدوجة أو في منطقتين أو موقعين مختلفين، في مدخل أريحة أو عند مدخل النبي موسى وبعد ذلك عند مدخل أريحة. جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحق هذه السيارة وبدأ بإطلاق النار عليها، لم يتمكن من إصابة هذا المنفذ، ولكن عندما انتقل إلى مدخل أريحة أمطروه بالرصاص بشكل مباشر وأدى هذا إلى إصابته وبدا على الأرض واضحا أنه مصاب والدماء تسيل منه لكنه يتحرك. هذا بخصوص عملية إطلاق النار. ماذا عن الأوضاع في هذه الأثناء لديك في الخليل؟ الأوضاع متوترة جدا، الأوضاع متوترة جدا. جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل في هذه الأثناء، يعني قبل أن نخرج في هذه الرسالة، ربما تتابعين أصوات إطلاق النار، الرصاص الإسفنجي، الرصاص المعدني. الآن هم يعتدون على الزملاء الصحفيين في هذه الأثناء ويحاولون إبعادهم من المكان. اعتقال طفلين من أمام أعين والدهما، كان معهما وحسب ما علمت منه بأنه كان ينوي بكل تأكيد أن يأخذ الطفلين إلى المستشفى، ولكن عندما يعني مر من هذا الطريق المؤدي إلى مستشفى الخليل الحكومي اعترضته قوات الاحتلال وأنزلت الطفلين من المركبة واعتقلتهما. سأحاول الحديث الآن مع والدهما إياد أبو عيشة. إيش اللي صار بالضبط؟ اللي صار واقف عند بدهم عند الدكتور عن بيل المحسب، في بدهم الساعة 5 وهم واقفين جنبي. أول مرة سووا كمين، شافوا واقفين جنبي ما كلمهمش. تاني كمين اخذهم من جنبهم واقفين جنبي ما سووش ولا حاجه، قال له افتح ايديك، صار رجع ايديه فيش ايديهم التنين نضاف، سحبهم اخذهم تحت ضابط، يعني عربي الضابط، فهمت علي؟ وهي اللي صار. الحمد ان شاء الله عبال سلامتهم. الله يسلمك يا رب. شكرا. اذا اعتقال طفلين، قد ايه تقريبا العمر؟ تقريبا 12 سنه. نعم 12 سنه، اعتقال طفلين من منطقه باب الزاويه.